انا جاي الفيديو ده عشان اقولك على اربع حاجات لازم تحبهم. ايه رايكم في حركه ان انا ابقى باين كده والاضاءه كده متسلطه كده عليا وورايا كده باين اسود يعني شويه؟ بس هي ضربت مني بصراحه ودي باينه اللي هي منوره يعني. فلو انتوا بتحبوا اللوك ده يعني اللي هو يبقى ورايا اسود كده وانا اللي باين والاضاءه كده مركزه على وشي قولوا لي برده. ولو مش حابين ممكن نرجع تاني للاوضه بتاعتنا نور بقى وكل حاجه باينه والكلام ده، بس انا بفضل كده اكتر يعني. اربع حاجات من وجهه نظري انا شايف انك لازم تحبهم جدا. اول حاجه انك تحب ربنا، وحب ربنا مش بالكلام، انك تقول انا بحب ربنا جدا او ربنا ده حبيبي جدا والناس اللي هي دي يعني، ده مش يدل اصلا على حبك لربنا سبحانه وتعالى. خلي حبك لربنا بينك وبين نفسك، يعني تصحى بالليل والناس كلها نايمه تصلي ركعتين، مش الفجر ركعتين كده لوحدهم. انك تحط مثلا مبلغ على جنب كل شهر 5 أو 10 جنيه في الشهر، مش هيأثروا معاك في اي حاجة، تطلعهم مثلا تحطهم في جامع تديهم مثلا لحد مثلا مسكين او فقير، دي تبقى بينك وبين ربنا محدش يعرف عنها خالص ولا اصحابك ولا اي حد. انك تتصل مثلا بصاحبك بقالك مثلا كتير ما اتصلتش بيه مثلا سنة ونص، تتصل بيه مش لازم تكون عايز منه حاجة، تتصل بيه بس تقول له ازيك عامل ايه وتقفل، حتى هو هيستغرب في الاول بس عادي يعني، دي تبقى حاجات بينك وبين ربنا. تاني حاجة حب نفسك. بس ممكن بقى انا حد يجي يسألني يقول لي هو في حد اصلا ما بيحبش نفسه؟ في حد ما بيحبش نفسه. انك ما تهتمش بلبسك او ستايلك او شكلك او طريقة كلامك او منظرك، اي حاجة ليها علاقة بذاتك انت ما تهتمش بيها معنى كده انك ما بتحبش نفسك، بس ما تحبش نفسك لدرجة الغرور. ما بين حب النفس والغرور شعرايا. تالت حاجة حبك للاخرين، حبك لباباك لمامتك لاخواتك لقرايبك لاصحابك. في ناس كده يقولك انا بحب صاحبي ده قوي يا جدعان، انا بحب مثلا الواد ده جدا. عادي انك تحب حد معين، ده مش هيقلل من شخصيتك، ده بالعكس هيخلي كمان الناس تحبك اكتر. الناس تحبك اكتر ازاي؟ الناس تحبك اكتر، على فكرة احنا ممكن نعمل فيديو عن الموضوع ده، ازاي تخلي الناس تحبك اكتر. انا ما بيجيليش افكار الفيديوز غير وانا بعمل فيديوز اصلا. ورابع حاجة وهي غريبة شوية، حب الحاجات بتاعتك. قريت في كتاب قبل كده ان في شخص كل مثلا ما يجيب مثلا حاجة من التلاجة وهو بيقفلها يقول للتلاجة شكرا، او بعد مثلا ما بيستخدم مثلا البوتاجاز يقول للبوتاجاز شكرا، او بعد ما بياكل يقول مثلا للطبق اللي كان بياكل فيه شكرا. فلما جه حد سأله قال له هو انت مجنون ولا انت بتكلم نفسك؟ فرد عليه وقال له تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. طبعا انا اسف لو التجويد بايظ فسامحوني طبعا في الحته دي. معنى الايه ان كل حاجه بتسبح ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا ما بنشوفش ده. اكيد احنا مش بنشوف مثلا طبق او مثلا حاجه معينه جماد مثلا بيتكلم وبيسبح ربنا، هو ربنا سبحانه وتعالى عارف اللي كله بيسبحه. ولو جينا اصلا فكرنا فيها هنلاقي اصلا اللي احنا بنحب برده جماد. في حد مثلا بيحب اللاب بتاعه، في حد مثلا بيحب قوي التليفون بتاعه، في حد مثلا بيحب البلاي ستيشن بتاعه قوي، او بيحب مثلا الكوره بيحب يلعب كوره، او بيحب الكوره ذات نفسها. فاحنا برده بنحب برده الجماد. ما اختلفناش كتير عن فكره الراجل اللي في القصه يعني. بس برضه افكرك لو الحب ده زاد عن حده جدا اتخلى عنه على طول. ولو انت ما اتفرجتش على الفيديو اتخلى عن الحاجه اللي انت بتحبها، هسيبها لكم هنا او هنا، دايما بنسى اصلا هي بتتحط فين بالظبط يعني، بس هسيبها لكم فوق في اي حته. اتفرج عليه هينفعك جدا الفيديو ده. وطبعا مش معقول ان كل فيديو اقول لك ادخل اعمل فولو للانستجرام عشان جدك كتير قوي يعني، فادخل ناو اعمل فولو للانستجرام بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، استنونا في الفيديوهات اللي جايه. دوسا كوتش، سلام عليكم.